إن ما يزيد على 500 عالم من علماء الأمة ومفكريها شاركوا في المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي عقد في مكة المكرمة، واستمرت فعالياته لمدة 3 أيام. تدارسوا من خلالها التجارب السابقة التي كفلت وحدة الأمة وقوتها، وعملوا على تأسيس مرحلة جديدة وفق رؤية صادقة متكاملة تعتمد الحوار منهج حياة وأسلوب تعامل فكري وسياسي وعقائدي. لا شك أن أي مراقب يدرك قيمة الحوار، فلا أحد ينكر أن أي مؤتمر للحوار وإن كان صغيراً يعد جهداً مهماً لإشاعة ثقافة الحوار والتفاهم والتعايش. فكيف إذا كان حجم المؤتمر بتلك الضخامة والحشد والحيوية والتجاوب العظيم والإحساس بأهمية أهداف مؤتمر الحوار الإسلامي لأبناء الأمة الواحدة التي يسهم تفاعلها مع بعضها البعض في تعزيز تماسكها ورص صفوفها في عالم حوار الحضارات، إضافة إلى الإيمان الراسخ بأن التفاعل وتبادل الرأي بالحوار يتيح للثقافة الإسلامية فرصة النمو والازدهار لا الإذابة والتبعية. لقد كانت من نتيجة مؤتمر الحوار الإسلامي الخروج بوثيقة مبادئ تؤسس لهذا الحوار، انطلاقاً من كلمة خادم الحرمين الشريفين ودعوته. فمن مكة المكرمة انطلق الحوار التاريخي إلى كل مكان في العالم عبر إعلان مكة، ليؤكد مجدداً أن الإسلام دين العقل ودين الحوار ودين المنطق. وأثبت علماء الأمة للعالم أنهم دعاة سلام ومحبة وعدالة وحضارة. ركز المؤتمر على الثوابت والمشتركات، مبتعداً عن الفروع ونقاط الاختلاف المذهبية الضيقة بين أبناء الدين الواحد، والخلوص إلى بناء استراتيجية قوية ومحكمة تحفظ للأمة عناصر قوتها لبناء فكر إسلامي لا مكان فيه للتشدد والانغلاق والتصنيفات المذهبية والفكرية والمناطقية. لذا خرجت وثيقة المؤتمر بالأبعاد الإسلامية التي تجسد روح وتعاليم الإسلام ومنهجه القويم. على المحلي، المستوى المحلي سيكون أمر آخر يعضد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية. هذا المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية هو الذي يتمنى الناس جميعا أن يروه على مستوى عملي، يعني خادم الحرمين في مارس 2011 وفي رمضان الماضي نظم المجمع الفقهي المملكة العربية السعودية بعد أن كان تابع لهيئة كبار العلماء، أوكل المجمع الآن إلى وزارة الشؤون الإسلامية، نظمه تنظيما دقيقا، وافق على اللائحة التنظيمية. سيكون فيه 50 شخص من المملكة العربية السعودية، من المهتمين بالفقه، من المهتمين بالعلم الشرعي، من المشهود لهم بالعلم الشرعي. هذه الأمور التنظيمية ستفتح لنا في داخل البلاد أفق كبير جدا. سيجتمع في هذا المجمع إن شاء الله جميع من يحمل علما شرعيا بغض النظر عن مذهبه وبغض النظر عن تصنيفاته، وهذا الأمر هو الذي قاله خادم الحرمين الشريفين. ولذلك الناس دائما تتمنى أن يكون هذا الأمر على مستوى عملي، وهو الذي سيكون. يعني مثلا أعطيك مثال، عندما نادى خادم الحرمين الشريفين في القصيم قبل سنوات، قبل 7 سنوات أو نحوها، نادى بعدم التصنيفات إن كانت مناطقية أو إن كانت مذهبية أو إن كانت غير ذلك، فقال لا يقول إنسان هذا علماني أو هذا ليبرالي أو هذا كذا أو هذا كذا. فهذا الأمر الآن سيتحقق عمليا كما تحقق مركز الحوار، سيتحقق من خلال المجمع الفقهي. سعت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية إلى تكريس فكرة حوار الحضارات والثقافات بين الأمم، فسلسلة لقاءات الحوار الوطني المتعددة في كافة أنحاء المملكة، وكذلك إصدار إعلان مكة للحوار الإسلامي برعاية خادم الحرمين الشريفين، أكد تماسك وثبات الاستراتيجية السعودية في الانتقال بالحوار من دائرة أبناء الوطن الواحد
أو الأمة الإسلامية إلى آفاق أوسع، إلى الحوار بين أتباع الأديان. لقد أوضح خادم الحرمين الشريفين أن الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة من أنحاء العالم خلال المؤتمر العالمي الذي انعقد بمدريد في 16 يوليو 2008 سيكون حول مبادئ لا عقائد، وسيكون الطريق للآخر من خلال القيم المشتركة التي دعت إليها الرسالات الإلهية والتي أنزلت من الرب عز وجل وتعالى. وأوضح حفظه الله أن الحوار جدال بالتي هي أحسن، فما اتفقنا عليه أنزلناه مكانه الكريم في نفوسنا، وما اختلفنا حوله نحيله إلى قول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وبين حفظه الله أن أهمية الحوار بين أصحاب الأديان تأتي لبيان سماحة الإسلام بعد أن شوهه المتطرفون قائلاً: ما أعظم قدرة هذه الأمة وما أصعب تحدياتها في زمن تداعى الأعداء من أهل الغلو والتطرف من أبنائها وغيرهم على عدل منهجها، تداعوا بعدوانية سافرة استهدفت سماحة الإسلام وعدله وغاياته السامية. يتطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لأن يسود الوئام والسلام ليس بين المسلمين بمختلف مذاهبهم فحسب، ولكن بين جميع أصحاب العقائد المختلفة، لتضميد الجراح التي تعرض لها الجانبان ولإزالة الريب والشكوك بين الجميع. ولا يتم هذا إلا عن طريق التحاور فيما بين الأطراف، ثم الانطلاق من مبدأ المشترك الإنساني النابع من جوهر الرسالات السماوية والمعتقدات والثقافات التي تدعو جميعها إلى الخير بكل صوره وأشكاله ونبذ الشر بكافة عناصره. وأكد حفظه الله في كلمة على أن ما يجمعنا من قيم ومبادئ أكثر مما يفرقنا، وأن الاختلاف بين الثقافات والمجتمعات أمر طبيعي من سنن الكون، والحوار يؤدي إلى التفاهم عوضا عن الصدام والتناحر. والحوار هو السبيل الفعال لإجهاض المخططات الشريرة لبث الفرقة وإثارة النزاعات والحروب والفوضى، وهي تتنافى وجميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة. ومن هذا المنطلق رحب المفكرون والعلماء بمؤتمر الحوار العالمي الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعاصمة الإسبانية مدريد. لقد كان المؤتمر العالمي للحوار بمدريد ملتقاً للعلماء والشخصيات والمؤسسات ومراكز البحث الإسلامية والعالمية ولمختلف أتباع الرسالات الإلهية والثقافات المعتبرة وقادة الفكر والرأي ومحبي العدل والسلام. ولقد اتفقت آراؤهم في وضع برنامج عملي لحوار عالمي هادف لبناء مستقبل إنساني تعززه المعتقدات الدينية والقيم والأخلاق والمشترك الإنساني، لمد جسور التعارف والتفاهم والتعايش بين الشعوب والأمم والطوائف المختلفة، ودعوة البشر إلى العودة لخالقهم واستلهام ما أنزله على رسله. إن الالتقاء بين الثقافات المختلفة آلية حرص الإسلام عليها، فالإسلام دين يستوعب حدود الزمان والمكان ويتحرك على دنيا الناس من أجل خير الإنسانية وسعادتها. أعتقد تماماً، وهذا أمر منظور وملموس، أن الحوار الذي تم بين أتباع الأديان وبين أصحاب المدارس الثقافية والثقافات الأخرى استطاعت أيضاً أن تحقق نجاحاً آخراً، وهو إزالة الفجوة وإزالة الجفوة التي كانت موجودة عند الناس. يعني خادم الحرمين مثلا عندما تكلم في موضوع الحوار في مدريد ذكر مسألة جوهرية وقال: أني جئتكم من بلد الإسلام، من مهبط الإسلام، من مكة المكرمة إليكم. ثم ذكر في جوانب مهمة
في خطابه أنه يا إخوة ويا جماعة المجتمعين جميعا، نحن كلنا نعبد ربا واحدا، فما دام أن نعبد ربا واحدا فالحكم إليه سبحانه وتعالى. كلما تحقق هذا الأمر وعرفنا هذا الأمر استطعنا أن نصل بلا شك إلى سلام، هذا السلام يكون مع النفس ومع الآخر. قفزت الدبلوماسية السعودية خطوات متقدمة في المسرح الدولي وجعلت لمبادرة الحوار بعدا عالميا، فقد حظيت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والحضارات باهتمام الأمم المتحدة، إذ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد قمة دولية في نيويورك تحت بند ثقافة السلام حضرها أكثر من 50 ملكا ورئيس دولة من مختلف أنحاء العالم. وبالفعل انطلق في الأمم المتحدة أول حوار أممي انبثق من أرض الحرمين الشريفين، مؤكدا على سماحة الإسلام وعالميته. ويدشن خادم الحرمين الشريفين بذلك منهجية الحوار في الفعل السياسي. لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام قادة دول العالم في مؤتمر الحوار بين أتباع الديانات والثقافات في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة أن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الديانات والثقافات قاد إلى التعصب، وقد آن الأوان للتعلم من دروس الماضي. إن الأديان التي أراد بها الله إسعاد البشرية لا ينبغي أن تكون من أسباب شقائهم. أمام هذا المجتمع من قادة العالم ومن جمعية العامة ضمير الأمم المتحدة نقول اليوم بصوت واحد إن الأديان التي أراد بها الله عز وجل أسعد البشرية لا ينبغي أن تكون من أسباب شقائهم، وإن الإنسان نظير الإنسان وشريكه على هذا الكوكب، فأما أن يعيش معا في سلام وصفاء، وأما أن ينتهي بنيران سوء الفهم والحقد والكراهية. لاقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين ورؤيته العالمية تفاعلا كبيرا من قادة دول العالم، تمثل في كلمات رؤساء الدول والنخب الفكرية والإعلامية، فكثيرون يتحدثون عن أهمية التغيير ولكن لا أحد يبدأ بتنفيذه. وإذا كان مؤتمر الحوار الإسلامي في مكة المكرمة حظي بإصداء واسعة في كافة أنحاء العالم الإسلامي، مثلما لاقى مؤتمر مدريد للحوار بين أتباع الأديان والثقافات برعاية خادم الحرمين الشريفين اهتماماً أوروبياً وأمريكياً كبيرين، فإن هذا المؤتمر حظي باهتمام العالم أجمع. تحدث أتباع الديانات المختلفة عن أهمية اعتماد منهجية خادم الحرمين الشريفين في الحوار لتكون بمثابة استراتيجية معاصرة للتعايش السلمي وأرضية للمصالحة الأممية. لو لم تكن المبادرة لما تمت الموافقة عليها وتبنتها الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، لكن لما كانت ناجحة، وكانت ليست ناجحة فقط، قبل ذلك كانت صريحة واقتنع الجميع بأن هذا العالم يحتاج إلى سلام. هذا السلام لن يتحقق إلا بالحوار، بدون الحوار بين الناس لن يعيش المجتمع العالمي أبدا في سلام. هذه القناعة لما توفرت عند المجتمعين في الأمم المتحدة تبنتها كما ذكرت المملكة العربية السعودية، ونادت لأن يكون هناك مؤتمر عالمي للحوار، نظمته رابطة العالم الإسلامي، دعت إليه جميع الكبار من أتباع الديانات المختلفة وأتباع الثقافات المختلفة، وتوج ذلك رعاية خادم الحرمين له، وقال كلماته المشهورة التي يعني موجودة في كل مكان. تكللت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في تبني مبادرات الحوار بكافة صوره في الداخل والخارج بالنجاح والتوفيق، سواء في الداخل السعودي متمثلا في الحوار الوطني، أو على امتداد الوطن العربي من خلال الحوارات الثنائية، أو على المستوى الإسلامي من خلال الحوار الإسلامي.
أو الحوار العالمي مع بلدان العالم. ولم تكن مبادرات الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوار الأديان وليدة الأمس، فالمتأمل لمسيرة الحوار يجد مبادرات الملك عبد الله كلا متكاملا جسدت مسعاه النبيل والرائد لتحقيق التفاهم والتعاون بين الأمم التي تجتمع على مبادئ كبرى وتشترك في قيم عظمى، وتتويجا للجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. تم إنشاء مركز الملك عبد الله العالمي للحوار في النمسا بموافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على اتفاقية تأسيسه والموقع عليها في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 12/1/2010 للميلاد، بحضور وزراء الخارجية للدول المؤسسة للمركز المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا. تتجه الأنظار إلى هذا المركز الذي يعد منارة حضارية كبرى جاءت كأحدى نتائج وثمار مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار العالمي بين أتباع الديانات والثقافات. لقد تم تحديد جملة من الأهداف يسعى المركز إلى تحقيقها وفق آليات عمل وخطط منظمة ومجدولة، وفي إطار السعي لتحقيق أهدافه فإن المركز يعمل وفق الاتفاقية على أنه منتدى لممثلي أتباع الأديان والمؤسسات العقائدية والثقافية والخبراء من أجل تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والتعاون مع الجهات المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات والجهات الأخرى، والمبادرات التي لها أهداف مشابهة متمثلة في السعي من أجل التعايش السلمي وتعزيز المبادئ بين الأفراد والمجتمع وروح الاحترام والمحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية، بالإضافة إلى معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع، ليصبح المركز منتدى عالميا لممثلي أتباع الأديان والثقافات والخبراء المهتمين بالحوار من أجل تعزيز التواصل وتبادل المعلومات. أحد المنتجات عن مؤتمر مدريد مركز الملك عبد الله العالمي للحوار والثقافات، وهذا المنتج مهم جدا الآن الذي سيفتتح في، يعني كما ذكرت سيفتتح في آخر 433 في الحج في آخر ديسمبر. هذا المركز سيحقق للناس جميعا اتصال وتواصل. الإشكالية الكبرى الموجودة عند الناس أنه لا يوجد بين الناس اتصال وتواصل. أنا أتكلم على المستوى العالمي وأتكلم على المستوى المحلي، حتى نحن هنا في بلادنا نعاني من قلة التواصل والاتصال. أحيانا نعاني بشكل أكبر من وجود تواصل لكن تواصل على استحياء. هذا الأمر ينبغي أن يحل، حله في الاجتماعات المتواصلة، في الإنشاء الرسمي، في التتويج الرسمي، حتى يكون في تواصل بين الناس. أنا أكرر، في قلة التواصل هذا صحيح، إذا كان هناك تواصل التواصل هذا يكون على استحياء. ولذلك أنا دائما أقول لا يليق بأن يكون هناك تواصل على استحياء. طالما أنك تدعيني إلى مؤتمر مثلا أو تدعوني إلى حوار من الحوارات الرسمية، لابد أن لا أكتفى بأن أكون مثلا مجرد أني مقتعد المقعد وجالس على الكرسي، لابد أن تكون هناك يعني مشاركات علمية مباشرة في كل المجتمعات الرسمية التي تكون في هذه البلاد. وهذا الظن، والظن الآن أن المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية هذا سيحل كثير من الفجوة التي هي موجودة حقيقة بين الناس. لم يبدأ الحوار في المملكة العربية السعودية كفكرة، بل ولد مشروعا متكاملا يحمل بين طياته أبعادا إنسانية عميقة. والراصد لتلك المسيرة يجد أن مسألة الحوار قد تجلت بوضوح في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بداية من عقد ندوات حوارية من خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة والندوات الحوارية الدولية لمكتبة الملك عبد العزيز العامة، ثم الاتجاه إلى العمل المؤسسي لهذا المشروع
بإطلاق مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وصولاً إلى مبادرات الملك المفدى العالمية للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والفلسفات، كلها جهود مباركة في تأسيس قنوات الحوار ونشر ثقافته على مستوى الوطن، وتأصيل وتعزيز الفكر الحواري بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات الإنسانية على المستوى العالمي. وبهذا المفهوم تقبل المجتمع السعودي ثقافة الحوار بمفاهيمه الواسعة، واعتمدها كدليل عمل وسلوك أخلاقي ونمط ثقافي وفكري، وساهم في ذلك عناصر عديدة يأتي في مقدمتها التعليم، ثم الأسرة والتربية الأسرية والإعلام، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بفكر الحوار والأنشطة الثقافية الأخرى التي يشارك فيها مثقفون ومفكرون ومواطنون. كانت البادرة الأولى للانطلاق نحو مفاهيم الحوار قد أعلن عنها الملك عبد الله من خلال كلمة في منتدى حوار الحضارات بين العالم الإسلامي واليابان في الرياض. وقال الملك المفدى إن هذه الخطوة تأتي في ظل أزمة تتعرض لها البشرية أخلت بموازين العقل والأخلاق والإنسانية، وأكد على ضرورة الوصول لاتفاق على شيء يكفل صيانة الإنسانية من العبث الذي يعبث بها. نويت إن شاء الله أني أعمل مؤتمرات، ما هو مؤتمر، لأخذ رأي إخواني المسلمين في جميع أنحاء العالم في أرائهم، ونبتدي إن شاء الله نجتمع مع أخواننا في كل الأديان اللي أنا ذكرت، التوراة والإنجيل، نجتمع لهم ونتفق على شيء يكفل صيانة الإنسانية. يشكل الحوار اليوم أحد المفاهيم الأساسية للتعايش والتعاون بين مختلف الأمم والشعوب، وقد أصبحت الثقافة الحوارية إحدى المقومات الجوهرية لدى المجتمع السعودي اليوم، التي تشكل ذهنيته وهويته ووعيه الجمعي، وتجلى ذلك من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلق الحوار الوطني وجعل كلمة الحوار أكثر تداولاً وأكثر قبولاً لدى أبناء المملكة بمختلف شرائحهم الثقافية والفكرية والاجتماعية، حيث كان الحوار يشكل لدى خادم الحرمين أساساً موضوعياً لطرح مختلف الإشكاليات والتصورات والأفكار، باعتباره الطريق الأمثل لقراءة التحديات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية. جئتكم من مهوى قلوب المسلمين من بلاد الحرمين الشريفين، حاملاً معي رسالة من الأمة الإسلامية، ممثلة في علمائها ومفكريها الذين اجتمعوا وخروا في رحاب بيت الله الحرام، رسالة تعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح، رسالة تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان، رسالة تبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام بإذن الله محل الصراع. أيها الأصدقاء، إن الإنسان قد يكون سبباً في تدمير هذا الكوكب بكل ما فيه، وهو قادر أيضاً على جعله واحة سلام واطمئنان يتعايش فيه أتباع الأديان والمذاهب والفلسفات، ويتعاون الناس فيه مع بعضهم بعضاً بالاحترام، ويواجهون المشاكل بالحوار لا بالعنف. لقد استطاع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن يكون محركاً قوياً لنشر ثقافة الحوار الوسطية وقبول الآخر ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء. وقام المركز بتنظيم حملة مدتها 8 أشهر، وبالتعاون مع عدد من القنوات الفضائية والصحف موجهة لجميع المحافظات والمناطق لنشر ثقافة الحوار بينهم.
الحملة انطلقت من الأهداف الرئيسة للمركز التي من ضمنها ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية. وقدم المركز رسائل عديدة موجهة لعدد من الشرائح الاجتماعية والمؤسسات التي تمارس تأثيراً في المجتمع، ومنها المسجد، الأسرة، المؤسسة التعليمية، المؤسسة الرياضية، الحوار الإلكتروني، مؤسسة العمل، الحوار الحضاري، والحوار مع الآخر. أميل إلى مسألة مهمة جداً، أنه عدم الحوار هو سبب مباشر في كل الأزمات العالمية بين الناس جميعاً. وجود الحوار سيحل هذه الإشكالية. إذا لم يكن هناك طبعاً الحوار، أنا أتكلم الحوار بالتدريج، يعني لابد أن نشجع الحوار في البيت، لابد أن نشجع الحوار على مستوى المدينة، لابد أن نشجع الحوار على مستوى البلد، لابد أن نشجع الحوار على مستوى المنطقة، لابد أن نشجع الحوار على المستوى العالمي. بدون ذلك كله سيعيش المجتمع في تقهقر، وسيعيش المجتمع في حرب، وسيعيش المجتمع في اللاوئام كما يقولون. فأنا أعتقد أن الآثار الإيجابية ستكون كبيرة جدا في أنه أرجع وأقول أنه هذا التواصل ومزيد منه سيحقق لنا إزالة للجفوة وإزالة للفجوة التي يعاني منها المجتمعين المحلي والمجتمع العالمي. وهكذا ترسخت ثقافة الحوار في المجتمع السعودي وأصبحت أكثر قبولا وتداولا بين فئات المجتمع وشرائحه المختلفة، كما انتشرت مبادرة خادم الحرمين الشريفين نحو الحوار مع الآخر لتتجاوز المجتمع الإسلامي، مروراً بحوار المذاهب والطوائف في العالم الإسلامي لتصبح رسالة سعودية عالمية نحو الحوار بين الحضارات والثقافات وأتباع الديانات المختلفة، بعيداً عن سياسة التصنيف الفكري والعقدي وصدام الحضارات. إنها منهجية قائد ومبادرة أمة. We'll be right back.